يحققون نتائج مهمة في هذه الجولة. كرة ملعوبة عزيز الدوسري، عزيز عزيز بمر عزيز بيلاميو السلام، بلنتي للزعيم، وعزيز عزيز يراوغ ويكسب ركلة جزاء لمصلحة الهلال. لما يظهر الدوسري عليك انك تحط ايدك على راسك، لانه خطير مهاري لعيب عزيز، لازم تعزه، عزيز لازم تحبه، مو بشرط تكون هلالي، مو بشرط تكون تحب الموج الازرق، لا، لان مثل هؤلاء اللاعبين هم لكرة القدم بشكل عام، القدم والإعاقة داخل منطقة الجزاء. ولقطة إخراجية توضح الحالة تماما وتخدم الكل في مسألة اتخاذ القرار، وقرار موفق من حكم المباراة السيد فهد المرداسي. بينما الشلهوب محمد يظهر الآن الهلال والزعيم والشلهوب، يا السلام، وراهم حيث ما رحلوا وراهم. يا معشر المتصدرين، فإن الزعيم من المتابعين والمتربصين والمنتظرين، والموج الأزرق جاكم، الموج الأزرق جاكم. الشلهوب يضعها بصريح العبارة من نقطة الجزاء، أتى العقاب والجزاء، وأعلن الزعيم عن تقدمه بأول أهداف المباراة. القدم التي عرقلت هي يسرى، والقدم التي سجلت هي يسرى، الأولى هي